أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في نشرة 10:30 من قناة العيون. البداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 5654 معتقلا، ورقرطاج نتابعه من الطنطان. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1021 حالة. ومن العيون نتابع تدابير وإجراءات وقائية عند مدخل السوق النموذجية الجديد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا. وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم. وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية. وأفاد بأنه في هذا الإطار وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وقرار العين بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. إذن وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، جرى اليوم بالطنطان الإفراج عن 10 سجناء من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بالإقليم. لحظة إطلاق سراح هؤلاء ترصدها متابعة لحافظ محضار ملك المرابط وعبد الرحيم حجي. السجن المحلي بطنطان لحظات قبل الإفراج عن 10 سجناء من هذه الإصلاحية شملهم العفو الملكي. لحظة مغادرة أسوار هذه المؤسسة ومعانقة الحرية قد لا يضاهيها أي شعور يمتزج فيه الفرح وبداية حياة جديدة تقترن هذه المرة بهذه الالتفات الملكية الكريمة. كنشكروا سيدنا على هذا العفو الشامل، وحنا تعاملوا معنا مزيان وكانت السلوك ديالنا زينه بخير وعلى خير واستفدنا من هذا العفو. كنشكروا سيدنا زعما الشكر. كنشكروا سيدنا على هذا العفو الملكي، وكنشكروا جميع المواطنين، وكنشكروا على هاد الناس الفرمليه واطباء وهادو دوزوا لينا عاد باش خرجونا لهنايا. عمليه الاشراف هذه النيابه العامه عن الافراج عن السجناء المستفيدين من العفو الملكي السامي الاستثنائي في اطار جائحه كورونا مستجده في هذا البلد. وهذه العمليه شملت 10 سجناء، اغلبهم اقتمن بهذه المدينه باستثناء سجين واحد اقتمن بمدينه انزكان، وتم العمل بالتنسيق ما بين النيابه العامه وبين السلطات المحليه على ايجاد حل من اجل نقل هذا السجين الى منزل اسرته في مدينه انزكان. الإفراج عن هؤلاء السجناء وكبت تدابير وقائية باشرتها الدوائر الطبية للكشف عن الحالة الصحية للمستفيدين من العفو الملكي في ظل تفشي وباء كوفيد-19. مصالح طبية ستعمل على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء على مدار أيام. في إطار المندوبية الإقليمية للصحة قمنا بمجموعة من الإجراءات يعني الصحية تجاه السجناء، يعني وتحقق من الحالة الصحية ديالهم،
إن شاء الله سوف يتم تتبع يعني الحالة الصحية ديالهم من بعد الإفراج إن شاء الله. يذكر أن بلاغ وزارة العدل أكد أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة وللاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم. وقبل قليل جرى الإفراج عن ما مجموعه 74 سجينا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية لبوزاكارن بإقليم غريميم، إجراء يأتي تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث أصدر جلالة الملك عفوا مولويا على 5654 سجينا مستفيدون من العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار سنهم ووضعيتهم الصحية وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم. الوزارة اللي دار سيدنا هذا العفو استفدنا منه، وكان عندنا الحبس، ودابا كنتمنى اننا الا خرجنا ان شاء الله نبداو حياه جديده ونرجعوا لاولادنا وديارنا، والانسان يشد الطريق، راه هذا الشيء ما خدامش. ان الانسان الا دخل السجن راه هذا الشيء راه ما خدامش ليه. سيدنا اللي عطينا ادانا العفو والله يجازيه، وحنا ادينا العقوبه ديالنا السجن المحلي بمدينه بزكرن، وإن شاء الله تكون هذه سبب العفو. وفي جديد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم الأحد تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 990 حالة. لنتابع تصريح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي. بلغ مجموع الحالات المؤكدة ببلادنا 990 حالة، أي بزيادة 107 الحالات خلال 24 ساعة الماضية، في حين تم لحد الآن استبعاد 3358 حالة كان احتمل إصابتها بالفيروس، لكن بعد التحليلات المخبرية تبين عكس ذلك. بالنسبة للوفيات، بلغ المجموع لعدد الوفيات المتعلقة بهذا المرض منذ بداية هذا الأزمة 69 حالة وفاة، أي ومع الأسف بزيادة 11 حالة خلال 24 ساعة الماضية. بالنسبة لحالات الشفاء، بلغت إلى حد الآن 71 حالة، أي بزيادة 6 ديال الحالات خلال هذا 24 ساعة الماضية. بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال الحالات فلا تغيير، تبقى جهات الدار البيضاء سطات، ثم الرباط سلا القنيطرة، ثم مراكش السافي، ثم فاس مكناس، هي الجهات التي سجلت أكبر عدد من الحالات، تليها وفي مرتبة أقل جهات طنجة تطوان الحسيمة، ثم الجهة الشرقية، ثم جهة درعا تافيلالت، في حين لم نسجل أي حالة بجهة الداخلة وادي الذهب. بالنسبة لتوزيع الحالات المؤكدة حسب الجنس ومعدل العمر فلا زال لم يطرأ عليه أي تغيير. هنا أود وضمن التفاعل مع الأسئلة التي ترد علينا سواء من الإخوان الصحفيين أو من عموم المواطنين حول عوامل الارتفاع الذي لوحظ خلال 3 أيام الماضية، فالمؤشرات التي لدينا
والتي أعطتها تحليلات البيانات والأرقام التي نتوفر عليها تعطينا عنصرين اثنين. الأول هو أنه هناك انتقال للفيروس داخل الوسط العائلي، وهذا ما سجلناه إذا ارتفع بشكل ملحوظ عدد البؤر المسجلة والتي تهم الوسط العائلي بمجموعة من المدن، فهذا ما يفسره أو هذا يجد تفسيره في أن الأشخاص الذين يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب هذا الانتشار داخل البيوت، أو الأشخاص الذين كانوا في فترة حضانة أثناء دخول هذا العزل الطبي حيز التنفيذ. العامل الثاني هو بداية الكشف المخبري عند المخالطين، حيث أنه هذا العنصر يفسره جوج ديال العوامل. العامل الأول هو أنه عندنا ارتفاع شيئا فشيئا ديال نسبة الحالات التي لا تظهر عليها علامات للمرض، أي أننا نؤكد أنها حالات بدون ما تكون عليها علامات المرض، ولكن التحليل المخبري هو الذي يؤكد ذلك. والعامل الثاني هو أننا هذه الحالات نكتشفها جراء التتبع الطبي للمخالطين، بحيث أننا وإلى حدود اليوم في ما يخص أكثر من 7000 مخالط الذين تم تتبعهم، عدد الحالات التي اكتشفناها عن طريق هذا التتبع هو 192 حالة. وقد أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 1021 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 76 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 70 بعد تسجيل حالة واحدة جديدة. وأشار المصدر إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3827 حالة. لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة في سياق التدابير الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كوفيد-19 وعبر بلاغ لها تنهي إلى علم المستفيدين من خدمة راميد الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم بأن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيقدم على صرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة ابتداء من يوم الاثنين 6 أبريل حسب محددات تضمنها البلاغ ونتعرف عليها في تقرير لعلي الكبش. عبر الرقم 1212 يمكن للمشتغلين في القطاع الغير مهيكل والمستفيدين من بطاقة راميد التوصل بإعانات مالية تماشيا مع الالتفاف الوطني خلال المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد. إعانات مالية تبلور إحدى توجهات صندوق تدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات ملكية، دعم سينطلق صرفه لمستحقيه عبر المؤسسات البنكية منذ يوم الغد وفق بلاغ الجهات المختصة في سياق التعاون الإنساني بين المواطنين خلال الظرفية الحالية. مستفيد لله يقيس بلد، ما هو ذاك المكتوب له في الرسالة النصية؟ قطعا أنه له يزمق من العملية كاملة. تمكين الأشخاص المتوفر فيهم شروط الاستفادة المعلن عنها في وقت سابق من الإعانات المالية للصندوق يأتي ترجمة للدعم الاجتماعي الذي اصطفت وراءه الإنسانية من أجل مساعدة العوائل على تخطي صعوبة المرحلة. فما هي طرق صرف الإعانات المالية؟ إلى عاد البلد السحب اللي مكتوب في الرسالة النصية هو وكالة الأداء، المستفيد هون يلزم يطلب بطاقة تعريف الوطنية ياكي قدي مرة قفضته. إلى عاد البلد اللي مكتوب في الرسالة النصية هو شباك أوتوماتيكي تابع الوكالة البنكية، يالط المستفيد يدخل الرقم اللي فات توصل به، من فم يدخل 4 أرقام التالية من رقم بطاقته التعريفية،
من غير الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي به اللي يعطي أصلا رقم سري فيه 6 أرقام، وإلى عد اللي رقم بطاقة تراكاش تعريفية يتكون من أقل من 4 أرقام هون يقد يزيد 4 أصفار. مثلا رقم بطاقة التعريف الوطنية هو B12، الرقم اللي قد يكتب هون هو 12 ويزيدها 00، وإلى عد اللي رقم بطاقته التعريفية هو B123، الرقم اللي يالته يكتب هون هو 1230، وإلى عد اللي رقم بطاقته التعريفية هو 123456، الرقم اللي يالته يعدل هو 4 أرقام التالية اللي هي 3456. إعانات مالية متفاوتة حسب تفاوت عدد أفراد العوائل المستفيدة منها. أما المسطرة الخاصة بالفئة التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة راميد سيتم الإعلان عنها قريبا كما ورد في بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية. الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا والمحدث بتعليمات ملكية سامية مستمرة في استقبال المساهمات والتبرعات. رئيس وأعضاء المجلس الجماعي لأسرير بإقليم غريميم يساهمون بتعويضاتهم عن شهر أبريل لفائدة هذا الصندوق. وفي سياق ذي صلة ومن أجل مواجهة هذه الجائحة، قرر المجلس الجماعي لأسرير تخصيص اعتماد مالي قدره 173,000 درهم، منها 145,000 درهم لاقتناء المواد الغذائية لفائدة الفئات المعوزة، ومبلغ 28,000 درهم لاقتناء المواد المطهرة ومواد التعقيم. وبدوره المجلس الجماعي لأفريقيا تخصص مبلغا ماليا قدره 55,000 درهم من أجل اقتناء مواد ووسائل التطهير والتعقيم، كما خصص مبلغ 62,000 درهم لاقتناء المواد الغذائية لفائدة الأسر المتضررة والمعوزة بالجماعة، كما تم رصد مبلغ 40,000 درهم لاقتناء لوحات إلكترونية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية في المستويات الإشهادية. ومن جملة الإجراءات الاستعجالية تم وضع السيارة للإسعاف رهن إشارة الأطر الطبية العاملة بالجماعة والأفراد المتضررين والمعوزين طيلة الفترة الحجر الصحي. وأيضا تنظيم حملات منتظمة لتعقيم المرافق الإدارية والفضاءات العمومية والآليات والسيارات والشاحنات. ونذكر بخدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم الهاتفي 1919 التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للمشاركة لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في المساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا. وأكدت الوزارة أن كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. وفي إطار الإجراءات الوقائية من أجل التصدي لأي تفشي محتمل لوباء كورونا المستجد، عمدت مصالح المكتب الصحي بجامعة العيون إلى تثبيت جهاز للتعقيم والتطهير عند مدخل السوق النموذجي الجديد، حيث أن كل وافد إلى السوق يمر لزاما عبر هذا الجهاز. روبورتاج في الموضوع رفقة عياد السرتي، إبراهيم نصري وإبراهيم جولي. تدابير وإجراءات وقائية جديدة تتخذها مصالح المكتب الصحي التابع للجماعة الترابية للعيون هنا بمدخل السوق النموذجي. كل وافد إلى هذا السوق يمر لزوما عبر هذه البوابة الخاصة بالتعقيم والتطهير، وإجراء احترازي واستباقي للتصدي لأي تفشي محتمل لفيروس كورونا المستجد. هذا المدخل اللي هو فيه آلة تطلص البخار على الناس باش ندار لهم تعقيم ونخبروا عن الناس عن هذا، راه دواء ما يخسر شيء ابدا على الناس كيف ما كان نوعه. وبا منين يدخل الانسان يعقم حتى لا عاد جايب معاه شيء في الباسو او في كذا الى اخره، له يعقم. واهم شيء عندك رايح عند صباطه، عند صباطه، لانه الصباط عاد يرفد هذه العدوى، فيوطى المكان اللي يدخل منه راغن مبلل لا يدخل. ومنين يدخل للسوق بطبيعه الحال ما هو لا يعدي حد بالباسو ولا بصباطه.
داخل السوق جميع الإجراءات الوقائية تم اتخاذها اعتمادا على معايير للسلامة الصحية وأيضا عبر تفادي الاكتظاظ والازدحام هنا حيث الفضاء مخصص للباعة الجائلين. العملية ديال التعقيم هذه كتحتفظ على سلامة المواطنين لا اللي داخل ولا اللي خارج بحال بحال كتعمق ما كاين كاع شي بلاصه كاع ما عمرني شفتها انا اول مره والحمد لله الخير موجود السوق الخضراء موجوده رخيصه والحمد لله هذا كامل زين الحمد لله بشر بالخير والله يشافي الجميع الله يشافي ان شاء الله نتمنى لكم الشفاء وتم مقاومين بهذه المسائل اللي هي ان شاء الله لين تفنى هذه المصيبه اللي صابت بها الناس الله يسخر. هي مبادرات استباقية تروم الحد من أي انتشار محتمل لهذا الوباء عبر تسخير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والتي تعزز كافة التدابير المتخذة على صعيد الإقليم. بأوسرد المركز وبإقليم أوسرد تواصل السلطات المحلية تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال فرض حالة الطوارئ الصحية وتوعية وتحسيس الساكنة بضرورة المكوث في المنازل إلى جانب تعقيم فضاءات المركز حملة يشارك فيها مجلس الجهة والتفاصيل في ريبورتاج بكار الدليمي ومحمد الدس. بأوسرد المركز هدوء تام وحركة شبه معدومة شوارع خالية من المارة الكل يحترم حالة الطوارئ الصحية. اختارت ساكنة هذه البلدة الصغيرة الالتزام ببيوتها امتثالا وتطبيقا للتباعد الاجتماعي الذي أمرت به السلطات من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. الناس هون ساكنة الحمد لله وملتزمة بذا ولا هو اللي نطلبه منها وندورها تعدل لأنه هنا إلى التزمة تبذل يتحارب زي الأمراض تفو بها اللي فكنا فكهم بس إن شاء الله فك المسلمين بس ويرفع عنا إن شاء الله ذا البلاء راجينا من الله. وهذا هو أنا جيت هون على قرض عندي على إني هنا عندي ذي الورقة ذي هي مشيت نقبض بها الشيء هون لعيالي. الناس ملتزمة الحمد لله ولا حارك حد ساكن الوقت ونطلبه من الناس إن شاء الله عنها يرفع عنا وعن هذا البلاء طالبينها من الله وعلى أنها تلتزم في بيوتها وتقعد في بيوتها بس الوقاية خير من العلاج ولا أن الناس تعود تقعد لين يرفع عنه مولانا ذي البلاء. نشكر سلطاتنا بصفة عامة وخاصة عمالة أوسرد على الاتخاذات اللي معدلة الإجراءات المعدلة والناس منضبطة واللي منها عند حسيان يسقي حيوانه من حاسيه المكان وكلها هاني في بلو وكلها قاعد وعارفين وعاسين مولي من يخلط علينا حد جاينا من بلاصة بلا نعرفوا عن هذا ما هو الدولة عن المواطن هذا المواطن وقاية المواطن نوجه المواطنين عنها كلها حد يبغي حد ضرك يسكن في بلو ويقعد ويهنا ولي يخصهم الاخلاط ولا وقف حدا رقاش يخلي ما يطرم بينه معاه ولا فيها اخوه ولا ابوه ولا امه يالطو كلها يتم قاعد في بلو وهاني وباش اذا الوباء يرفضوا مولانا عنا. حملات تعقيم مستمرة تباشرها السلطات المحلية لإقليم أوسرد ومصالح جهة الداخل وادي الذهب بهذا المركز تعقيم الشوارع والأزقة والمرافق العمومية من أجل الوقاية من هذا الفيروس. فيما ساكنة هذا المركز تلتزم داخل البيوت بحالة الطوارئ الصحية. احنا هذا في مركز أوسرد الحقنا الحال هون درك اللي انتشر ذا الوباء ودرك احنا الحمد لله ملتزمين ذا القوانين اللي اعطانا السلطة وذا اللي من مصلحة الشعب ومصلحة ذا الرجل اللي هون يارت الرقاج يسكن حاله وذا الوباء منتشر في كنباس ان شاء الله ندور نقول للناس عنهم يقعدوا في بلهم ويسكنوا حالهم ويسكنوا تركة ذا الوباء خطير وذا العدلة مولي السلطة لا هو الزين. بإقليم أوسرد ترتفع درجات الحرارة في هذه الفترة ما يجعل استهلاك الساكنة من الماء يتزايد. مجلس جهة الداخلة وادي الذهب تجند خلال هذه الفترة من أجل توفير مياه الشرب لهذه الساكنة التي تلتزم بتطبيق التعليمات وتمتثل لحالة الطوارئ الصحية.
حالة الطوارئ الصحية فرضت على المواطنين الالتزام بمنازلهم لتفادي انتشار وباء كوفيد-19 الذي يشاح العالم. وعي ومسؤولية أبانت عنه كافة الأسر على امتداد الجهات الجنوبية الثلاث امتثالا لهذه القرارات الاحترازية، وهو ما يسهم في التصدي لأخطار هذه الجائحة. والنموذج هنا إحدى الأسر بجماعة عوينة إغمان بإقليم السزاق. في روبورتاج حافظ محضار عياد السرتي ومحمود الشراكي. هنا بجماعة ربيع وينت غمان التزام تام للساكنة بتدابير حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد. نموذج ذلك أسرة أهل خنقة التي لازم أفرادها جدران المنزل كخيار لا محيد عنه خلال هذه الظرفية الصعبة التي يجتاح فيها وباء كوفيد-19 كل أرجاء العالم. وهذه القرية على العموم ليست استثناء في ظل تهديد هذه الجائحة. تعاملنا مع هذا الوباء ومع هذه الجائحة اللي جات الله يرفدها عنا ويخففها كسائر المغاربة، تعاملنا معها بالوعي وتعاملنا معها بالعقل، وطبقنا التوجيهات اللي جاتنا من كوادرنا ومن أطرنا ومن عاهلنا المفدال الملك محمد السادس نصره الله، ألا وهي ألزم دارك تنجنت وينجى جارك. وقعدنا في ديارنا فعلا رغم أننا عندنا تقاليد وثقافة ديال ما يسمى بلا كوليكتيفيتي أو الجماعة اللي لابدنا منها، نجمعوا على تاي الضحى ونجمعوا على تاي العصر ونتعايطوا في الليل ونساولوا ونصولوا الرحيم ولا وما نقعدوا قاع. ولكن هذا المرض فرض علينا والله فرضت علينا ضمائرنا، إلا عدنا اللي نبغو اللي تقاو عاقب ذا لازم نضريك نطبقوا هذا الحجر الصحي. الوضع الاستثنائي الذي حتمته هذه الجائحة العالمية فرضت بالمقابل واقعا جديدا على الصغار المتمدرسين من أبناء هذه الأسرة بعد إغلاق أبواب المؤسسات التعليمية، حيث بات التعلم عن بعد بديلا يفرض انخراط الكبار في مسألة تحصيل الصغار. سابق هذه الأزمة وهذا المرض كنا نقيسوا المدرسة وكنا نلعبوا وكنا نتسخروا عليه هنا، ولكن بعد من اللي جاء هذا المرض ما تلينا نلعبوا ما تلينا نقيسوا المدرسة، عدنا لا في الديار لا الكتب حالك، ونشدوا الطبلة مثلا نعودوا نشيوا الأهل وصاف، ولا نعاونوا أخوتنا مثلا في التمارين ديالهم. عدنا نقراو عبر طابليت ونتواصلوا مع الأساتذة ديالنا في عبر الواتساب، واللي يعاونونا في هذا الشيء هم الآباء ديالنا، ونصيفطهم عبر الواتساب الأساتذة اللي كيقرون. كنقول التلاميذ والتلميذات يلتزموا بالبيوت ديالهم ويراجعوا دروسهم. هو واقع جديد فرضته الوضعية الصحية الطارئة التي تشهدها البلاد كما باقي أرجاء العالم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، واقع حتم ملازمة الأسر لمنازلها وتجنب المغادرة إلا عند الضرورة القصوى لتفادي أسباب انتشار هذا الوباء الفتاك. ونذكر مشاهدينا الكرام أن قناة العيون تواصل بث دروس التلفزة المدرسية، وسيستمر بث هذه الدروس على القناة إلى حين فتح المدارس مجددا. أما الآن فنتوقف مع جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير لعلي الكبش. جولتنا اليومية بين رصيف الصحافة الوطنية منطلقها من يومية المساء. اليومية أدرجت في طليعة موادها الصحفية خبر إصدار جلالة الملك محمد السادس عفوه عن 5654 معتقلا من مختلف السجون والإصلاحيات. فحسب الخبر دائما ذكرت وزارة العدل اليوم الأحد أن جلالة الملك أصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر بلاغ للوزارة كما ورد في الخبر أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم.
أما يومية الأحداث المغربية فنشرت خبر مباشرة الحكومة في صرف التعويضات للفئات الهشة المتضررة من التوقف عن العمل بسبب انتشار وباء كورونا. وقد تم تقسيم هذه الفئات إلى 3 مستويات، الأولى ستستفيد عن طريق رامد، والثانية عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثالثة تنتمي للقطاع غير المهيكل. فوفق الخبر سيتم صرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة للمستفيدين من خدمة رامد ابتداء من يوم غد الاثنين 6 أبريل، حيث أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن كل المستفيدين من خدمة رامد الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212 والذين تم قبول ملفاتهم سيتم إبلاغهم برسالة قصيرة حول مكان السحب، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم فإن الوزارة تدعوهم ألا يتنقلوا، لكن بالمقابل يمكنهم الاتصال بالرقم 1212 من أجل إجابة على أي تساؤل، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول بالنسبة لهذا الدعم. بينما يومية الاتحاد الاشتراكي تناولت خبر ما شهده ميناء الطنطان مؤخرا من عمليات تعقيم واسعة بتأطير من مصلحة البيئة والنظافة ومحاربة الأوبئة التابعة لمجلس المدينة، حيث حسب الخبر شملت العملية التي طالت الميناء والذي يعد من بين أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب والثالث على صعيد الأقاليم الجنوبية بعد الداخلة والعيون مراكب للصيد البحري العاملة بهذا المرفق بجميع أنواعها وأرصفته ومختلف الفضاءات لا سيما سوق السمك والمرافق الإدارية والتجارية والمحلات والبنايات والمستودعات وسيارات النقل العمومية التي تعمل به، حيث تمت تعبئة مجموعة من الآليات لإنجاز العملية. إلى يومية أخبار اليوم، حيث عرجت على قرار الفيدرالية الوطنية لجمعية القروض الصغرى بتأجيل سداد مستحقات القروض الصغرى، وذلك بطلب من الزبناء الذين تأثرت أنشطتهم بالأزمة الصحية الحالية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19. وأضاف المصدر ذاته أن مؤسسات التمويل الصغرى عبرت عن استعدادها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وقدرات كل واحدة منها لتقديم مساعدتها كوسائط القرب لتيسير تفعيل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية تجاه عملائها والمواطنين بشكل عام الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، وذلك كلما تمت مطالبتهم بذلك. إلى يومية الأخبار وخبر تأكيد الجمعية المغربية لأرباب المراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخل الحرص على ضمان استمرار نشاطها وبكامل قدراتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية. وأفاد بلاغ للجمعية كما جاء في تفاصيل الخبر بأن هذا القرار تم اتخاذه بهدف ضمان وفرة العرض في الأسواق وتفادي تعرض العاملين بالقطاع لتداعيات وآثار الأزمة، وذلك عقب إعلان الوزارة الوصية أن التموين بمنتجات الصيد البحري لن يعاني من أي تأثر أو نقص. ومن الصحافة الإلكترونية نختم جولتنا الصحفية بين رصيف الصحافة الوطنية لنتوقف عند صحيفة برلمانكم. الصحيفة نشرت خبر تأكيد المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب أن التحاليل المخبرية التي خضع لها شخصان اشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد بمدينة الداخل جاءت سلبية، وأثبتت أنهما لا يحملان فيروس كورونا المستجد، حيث حسب البلاغ فقد أفاد أن المعنيين بالأمر ظهرت عليهما أعراض تتوافق مع أعراض فيروس كورونا المستجد، وتقدم على إثرها إلى مركز التشخيص الخاص بكوفيد-19 بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في الساعات الأولى ليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، حيث اشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري الذي أثبت خلوهما من الفيروس. وطمأنت المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بالجهة داعية إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم العرسي والعلي والمحمد عن سن تناهي 98 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيتوسة. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد بلاه والعلي عن سن
تناهز 76 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة تركز. كما انتقلت إلى عفو الله المرحومة خديجة تومنت جامع عن سن تناهز 68 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة جوت. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة رشيد البطاح عن عمر يناهز 53 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيتب عمران. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اللحظة فنتوقف مع الورقة الخاصة بأحوال الطقس، حيث سيكون الجو حارا نسبيا بالمنطقة، وسنلاحظ هبوب زوابع رملية خفيفة فوق بعض أقاليمنا الجنوبية. درجة الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط 22 درجة، 21 درجة مسجلة بسيدي إفني، و 28 درجة مرتقبة بجريميم، 24 درجة مسجلة بطنطان، و 28 درجة منتظرة بالعيون. خمس وثلاثون درجة بأوسرد، 23 درجة مسجلة بالداخلة. حالة البحر على الطولية الساحل الأطلسي قليل الهيجان إلى هائج، وعلو البحر سيتراوح ما بين المتر والمترين. طلوع الشمس بإذن الله على الساعة 7 صباحا و 41 دقيقة، وغروب الشمس بحول الله على الساعة 8 مساء و 8 دقائق. أما بالنسبة لدرجة الحرارة المسجلة ببعض المناطق والعواصم المجاورة لبلادنا، نستهلها من العاصمة موريتانيا نواكشوط 34 درجة مسجلة، 37 درجة مرتقبة بآطار، 37 درجة مرتقبة بآطار، و 44 درجة بباماكو. قبل الختام تذكير بأبرز العناوين. تابعنا ضمن النشرة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 5654 معتقلا، والربورتاج تابعناه من طنطان. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1021 حالة. ومن العيون تابعنا تدابير وإجراءات وقائية عند مدخل السوق النموذجي الجديد. نهاية النشرة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.